كيف ستؤثر اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية في من سيخلف خامنئي صاحب القول الفصل في البلاد؟ التأثير الأكبر نادين حول التأثير المرشح القادم أو الرئيس القادم في السياسة الداخلية والخارجية لإيران. وداخليا نتحدث هنا أن الرئيس المقبل يتوقع أن يشارك بشكل كبير في العملية النهائية لاختيار خليفة لخامنئي، الذي ضمن أن يهيمن المرشحون الذين يشاركون وجهات نظره على السباق الرئاسي. وتبقى مسألة الخلافة الوشيكة لخامنئي المعادي للغرب بشدة هي الشغل الشاغل لدى النخبة الدينية الحاكمة في إيران، وهو ما ينعكس في الأسماء التي وصلت للترشح للرئاسة، 5 من غلاة المتشددين مقابل مرشح معتدل مغمور. رغم أن خامنئي لم يدعم أي مرشح علنا، لكن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت أن مستشاره يحيى رحيم صفوي حث الناخبين على انتخاب رئيس لا تتعارض آراءه مع آراء المرشد الأعلى. هذا الأمر وفق صفوي يأتي من منطلق عدم الزج بالبلاد في الانقسام، في وقت قال مصدر إيراني مقرب من خامنئي أن الأخير لا يتسامح مع الاقتتال السياسي الداخلي.